السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريم، إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم راح أخذكم معايا كذا مشوار وراح أتكلم شويتين على شيء أعراض طلعت لي بعد الكورونا، شيء مشكلة في الجلد، وراح نروح على وول مارت ندور لنا كريم كذا يحل المشكلة، وراح أتكلم أيضا على هذا الموضوع، وراح أدي لكم أيضا مستجدات لجوليا وعمليتها إيش صار فيها، وأريكم صور إذا حابين. بس قبل ما نبدأ، اللي مو مشترك في القناة بليز اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس، ويلا ليتس جو. طيب قلت أكلمكم يا جماعة على موضوع الكورونا. طبعا من الأعراض اللي ظهرت لي اللي هو حبوب كذا زي الحساسية. راح أحط لكم صورة واحدة، هو مو أنا بس يعني عشان تاخذوا فكرة عن كيف شكلها وإيش ممكن يصير. طبعا هذا الحساسية ترى مرة تحك وتسوي هرش مو طبيعي، ممكن الجلد يبدأ ينقشع. أنا حابة أني أتفادى هذا المسألة، فقلت أروح الآن والمارت وأخذكم معايا. هناخذ مرهم اسمه كورتيزون 10، لأنه أحس كثير نصحوني فيه، مرة كريم ممتاز لتخفيف الحكة، لأنه أنا نايمة أحك جلدي بشكل مو طبيعي، أصحى أحيانا في بلوستي في بقع دم. لازم نحل المشكلة هذه، فخلينا قبلكم الآن في والمارت. أوكي جماعة، وصلنا للصيدلية هنا، هذا هو هيك، في منه أنواع اسمه كورتيزون 10 كالمن أوليفيرا إتش، شكله حاخذ هذا. إيش الفرق؟ مويسترايزينج إتش ريليف، هذا 24 ساعة ريليف، حاخذ هذا إنه مرة حالتي صعبة. في هنا أيلاينر جربته مرة حلو، هذا هو خلص، فاشتري لي واحد. وايضا ماسكارا، هذه افضل ماسكارا بالنسبه لي انا، سنسيشنال ماسكارا من ميبلين. اوكي جايز، رجعنا السياره، قلت اتكلم شويه على فين مكان الحساسيه او فين تنتشر، لانه مش في كل الجسم، يعني تشوفون وجهي ما في شيء، يدين ما فيها شيء. الحساسيه تجي في الشقة النصفي من الجسم، يعني من الصدر تحت الين أعلى الأفخاذ، عرفتوا؟ يعني منطقة نصفية في الجسم. عن جد يعني حساسية هرشي مو طبيعي، شيء ما تقدروا توقفوا زي الناموس لما تقرصكم، هرش 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 إلين ما الجلد يبدأ ينقشع ويطلع دم. سوري على الوصف، في ناس ممكن تقززوا، ولكن تعرفوني أحب أكون دقيقة يعني في الوصف، عشان برضو إذا جاء أحد يعرف أنه ترى من هذه من أعراض الكورونا، ممكن تجي من الأعراض الأولية أو بعد الفيروس. أنا عني بدأت شفت الحبوب بدأت تطلع قبل ما أحس بالأعراض اللي هو الرشح، فبدأ عندي الهرش في مرحلة التعافي، خلاص في النهاية عرفتوا. فيا راح أستخدم هذا المرهم أو الكريم كورتيزون 10، بشوف بقرأ عنه وأقول لكم، يعني راح أستخدمه مدة 3 أيام وحقول لكم النتيجة هل هو كويس. أصور يعني هذا أقوى شيء، وإذا ما نفعني هذا ما راح ينفعني أي شيء ثاني. بالنسبة لجوليا، عمليات الحمد لله، اللي هو اللي مو عارف وجديد على القناة، جوليا كان عندها ورم حميد في كتفها، شلناه والحمد لله. في آخر مراجعة للدكتور شافتها وكانت الحمد لله كل شيء، قالت لي كويس. وقلت لها أنا استخدمت جيل عشان بس أخفي آثار العملية، قالت لي كل اللي قاعدة تسويه على الفاضي، لأنه ما فيش ولا كريم ولا جل راح يشيل مرية العملية. وهذا كلام صحيح، يعني أنا ما أدري ليش ما فكرت فيها، يعني أنا عندي عملية قيصرية وحطيت فيتامين اي عليها على اساس تخفف ممكن اللون يكون موحد، ولكن ابدا ما شالت العمليه، هي قطع في الجلد ما راح يروح، عرفتوا؟ فيا كل اللي عمله الجل هذا شال الاحمرار، كانت العمليه ورديه، اوريكم صوره في الشاشه. هذا قبل المرهم وهنا بعد المرهم، بس عباره عن يعني المرهم كل اللي سواه الجل انه شال اللون الوردي اللي كان في العملية وصار لونه أبيض، ولكن العملية هي مكانها وباينة إنه في عملية، عرفتوا؟ للناس اللي مسوين عمليات، لا تضيعوا وقتكم وفلوسكم في الجلات هذه والكريمات، لأن ما في شيء راح يشيل أي مارك. أوكي؟
إلا إذا كانت ممكن ليزر، إذا ليزر يا ممكن ضربات ليزر تسوي زي التقشير وتجديد الجلد يا ممكن، حتى راح تخفف ما راح ترجعه كأنه طبيعي عرفتوا. فبحكم أن نحن منتظمين على النادي قلت باخذكم محل اسمه بارتريج كريك مول، هو مفتوح في محل جديد فتح فيه لاحظته الفترة الأخيرة اسمه LA7، عندهم أوتفيتس للرياضة للجيم ب 999 يعني 10 دولار او اقل، فراح اخذكم هناك ونصور ونشوف ايش عندهم وممكن اشتري من عندهم شيء. اوكي يلا بينا ليتس جو. وصلنا للمول، هذا هو شوفوا كيف مفتوح بس فاضي لانه فتره الدراسه. I think تعرفوا يا جماعه والله قاعده افكر اروح اشتري لجوليا بوكل المدرسه من هذا المحل، اكيد تعرفوه كليرز. نروح سوا. All of our jewelry and hair accessories, you pick out 6 items and they're you're going to get 3 of them for free. طيب شوف ايش اخذ من جوليا. طيب عشان اخذت 6 وراح تديني 3 بلاش. اوكي يلا هذا العرض. واو 6 اشياء ب 25 دولار. هذا هو المحل اسمه LA7. ندخل نشوف زي ما انتم شايفين مكتوب entire store 999. نشوف اذا مفتوح. It should be open. واو yeah it is open. هاي Okay. شايفين كلها 10 دولار. This is very cute. عجبني هذا. So, قلت اطلع اوريكم اللي اشتريته هو هذا. I don't know if it's showing. Okay. Okay. هذا هو اللي اشتريته. مرة حلو حبيت. Alright guys خلصنا خلاص من المول، الحين رايحين نتغدى. يلا بينا. Okay جماعة. للأسف ما راح أقدر أخذكم معي وجبة الغداء لأنه الجزء هذا من الفيديو راح يكون في قناة الثانية. اللي حاب يشوف وين رحت وشكلت تعالوني على قناة الثانية اسمها سوبريم، راح أحط لكم رابطها هنا. أوكي يلا بينا نروح وجبة الغداء. Alright guys هذا أول بنطلون نسميه ولا تايت لبس رياضي، حبيت مرة تصميمه وجدا مريح، الخامة جدا ما تشوك أو أي شيء، جدا مريحة. So حبيت و it's a keep يعني راح أحتفظ فيه ما راح أرجعه. خلونا نجرب البنطلون الثاني أو التايت الثاني. عندي الآن 6 أيام لحتى أرجعه، فقولوا لي إذا مو حلو. أنا أحس ما أدري، I like the cut هذا الستايل مرة حلو futuristic، بس طبعا مش زي الموديل، الموديل يعني جسمها منحوت وهذا التايت مره مشدود، احس انه مره مشدود بس مريح يعني ما ادري. It's good. وطبعا هاي ويست هذا هاير مره عالي يعني الين هنا. اوكي شايفين؟ فا I think it's a good one. I think I'm going to keep this too. It's nice. I like. Yeah. Alright, so I think it's a success, both of them. وطبعا مقاساتي كلها medium. Okay guys رحت جبت الأولاد، هم آدم وجوليا. هاي. فالآن رايحين على المطار نستقبل عمتهم اللي هي مونيكا. إن شاء الله الفيديو اليوم عجبكم، ولا تنسوا تعملوا share like subscribe، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات القادمة. يلا باي.